اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وسلم رضي الله تبارك ربنا وتعالى عن كل صحابة سيدنا رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم حمد الشاكرين حمد الناعمين حمد يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا الله يا ربنا لك الحمد ولك الشكر ولك الثناء كما ينبغي لجلال وجهك الكريم والعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وأسئل الظالمين بالظالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وأسئل الظالمين بالظالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وأسئل الظالمين بالظالمين. وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع مشايخنا ومعلمنا وأساتذنا وأهلنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا ورزقنا علما نافعا ويسر لنا أمورنا أمور الدنيا والآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا ومنكم وتقبل يا كريم.